بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على محمد النبي المختار عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر شيء من نماذج عن النساء من أمهاتنا السابقات. كان لي زميل في العمل ويخبرني عن امرأة في بلادهم، إن هذه المرأة مما تتميز به دائما لسانها رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى عندما تذهب إلى زيارة النساء أو تأتي النساء إليها فإنها لا تشتغل في الهرج والمرج وكما تفعل بعض النساء، وإنما دائما لسانها يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر شيء، إن بعض النساء تتهمها اتهامات إنها يعني لعلها تمارس شيء من السحر، وحتى إن حصلت معها قصة، يعني مرض أحد الأطفال من بيتها، وطبعا الظاهر أن يعني حد يعني قال إن لعل هذه من امرأة عجوز كانت، وهكذا أول كان العجوز والشايب يتهم طبعا بالسحر، فجاء ذلك ولي الطفل طبعا وأمسكها فقال إن مات هذا الطفل سأقتلك وإن لم يشفى أعاقبك، وهي المسكينة لم تتكلم كلمة واحدة، وأثنى هذا التهديد ما كان منها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج من النماذج. ومما أذكر أيضا امرأة من جاراتنا توفاها الله سبحانه وتعالى في شهر الصيام، وقد رجعنا من العمل وكان في الحر الشديد، وأخبرنا وعندما أخرجنا هذه المرأة إلى المقبرة وإلا بسحابة تظل، وينقلب الحال من حرارة شديدة وكأن الجو في وقت الربيع أو في وقت الخريف. هذه كرامة. هذه المرأة لو فتشنا عنها طبعا هي امرأة الشيخ علي بن سالم الهنائي، كان الشيخ طبعا في علاية السمايل في المحيدث. طبعا الشيخ علي بن سالم هذا طبعا جد امرأة الشيخ أحمد بن حمد الخليل المفتي، فأمها اسمها بنت علي، هو علي بن سالم. فهذه المرأة أنجبت 20، حملت وأنجبت 20، ولكن لم يبقى لها طفل واحد، جميعهم ماتوا. وأنا أحفظها عندما ترى شيء من الأطفال ما شاء الله تحن عليهم وتشفق عليهم وطبعا تكلمهم وتلاطفهم. انظروا هذه النماذج من نسائنا في الزمان السابق. أخواتي بناتي الحاضرات، إن بعد بنات الحبيب عليه الصلاة والسلام أزواج الحبيب عليه الصلاة والسلام مثل هذه النماذج من نسائنا رضوان الله تعالى عليهن، اللواتي كنا يعملن بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا يعبثن بالعقيدة ولا بالدين ولا بالإيمان، كنا محتشمات، كنا ملتزمات، كنا يستقبحن القبيح ويستمرين الحسن. بارك الله فيهن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهن ويرحمهن، ونسأل الله الهداية لنا نحن ولأمهاتنا الحاليات وأزواجنا وأخواتنا وبناتنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة قدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.